أو الفقرة الأخيرة من برنامج ليالينا هي اسمها جاوب بكلمة. رح نشوف مع بعضنا بعض الصور وانت تعطيني تعليقك عليهم. نمشوا لأول صورة معانا. كنت كيوت. هذه صورة كان عمري فيها 4 سنين، ذاك فيها 5 سنين أخذها لي عمي والله يرحمه، توفى هو من السيد الله يرحمه ووسع عليه. ف هذه الصورة الوحيدة وأنا طفل، الوحيدة اللي منك. وين جبتوها هي الصورة ده؟ طيب نمشي الصورة اللي بعدها. هي في هذا الرالي اللي نحكي لك عليه. هذه سيارتي طبعا، هذه قاعدة ما تحولتش ضد الدبابة بعدين. ركبت لها لد هيك من فوق ضيه، وخذيت قمات اعرض الاهمال، البرفنجوات كله حديد، البراولت حديد، عندي بلانكو التالي هذاك اللي كرف السيارات. حولتها بديت سيارة متاع صيد. حلوة. والجيتار هداك معك؟ هذاك أخوي عزيز. الجيتار معك؟ إيه. مواليد 2002. يعزف حتى هو؟ لا ما يعزفش، يغني راب. هذه صورة كانت في حفلة في غادي، عندنا كلاب اسمه كاتيا جاراج. فأخذتها لنا مصورة مبدعة ألمانية اسمها يوليا ظني. فكانت حفلة حلوة جدا هذيك، ما ننساهاش. هذه آخر صورة كانت معنا اليوم في فقرة جاوب بكلمة، وآخر صورة في الحلقة كلها طبعاً. هذه ولا مازال في بعدها؟ خلص تمام. أنا وصلت معك هيك إلى ختام حلقتنا. آخر كلمة حابب تقولها لجمهورك والناس اللي تفرج عليك. والله شكراً للاستضافة الحلوة قبل كل شيء، وشكراً الشيف على الأكل الجنن. وبارك الله فيكم على إنكم بجد سلطت الضوء على الفنانين كيف بدين مشوارهم الفني، ودرتولهم الله يسلمك يا شيف، الله يسلمك، درتولهم هيك وجهتوا عليهم الإضاءة والناس بتعرفها. وكنت استمتعت بالعزف مع الفرقة صراحة، عمر والشباب وباسم وباسل، فكانت يعني بشرف لي. بناخذ ارقامهم طبعا لو جيت حفله حاجه نغنوا مع بعض اكيد. وما زال مش نسمعوك راهو في اغنيه نختموا بها الحلقه لليوم. اكيد دللو، خلينا نوجه تحيه لاهلي. ربي يحفظك امي ابوي اخوي اصحابي كلكم، ما بيش ننسى حد، مروان بنتي، محمد وهيبه، سامي، رمضان ملاطم، هاني الحامض، هذا سوري صاحبي عايش في ألمانيا، هاني وأسرته الكريمة سطوفي، الناس كلها ما بيش ننسى حد. أنا نجيب ورقة وبير ونسجل لك. عرفت جو العراس بتاع أحلى تحية الحق علي وأحمد ما بيش ننسى حد، ولاد خالتي محمد معتصم كلكم ربي يحفظهم لك إن شاء الله. شرفنا لليوم شايفنا حبيبي عزيزي، نتلاقى معك في حلقة جاية إن شاء الله مع ضيف جديد. طبعا انت اليوم درت حرقناها ايه، فان شاء الله لازم ندير حاجه حلوه نضيفوه. ضيفوه ان شاء الله ضيافه احسن من احسن منك يا. بس هذا لا والله لا قوانين البرنامج. شو رايك اليوم نعزموه على عشاء شيفنا بعد ايه الحق. نعزموه ايه تمام دو التلفزيون انا دوب جديات بنفهم مسجله غدي. شكرا لك محمد، شكرا لك، شكرا باسل، عمر، وسيم. نتلاقى معاكم في حلقه جديده وضيف جديد وحكايه جديده من ليالينا. مني انا تصبحوا على خير، ونخليكم مع ام سي ويشي. تصبحوا على خير.
Yeah.